يسأل ويقول: إذا دخل اثنان المسجد ولم تكن هناك ساعة في الصف إلا لواحد، فهل يتقدم أحدهم لسد الفراغ أو يصليان معا خلف الصف؟ جزاكم الله خيرا. صليان معا خلف الصف من أجل أن يتم بهم تزول بهم الفضولية، من أجل أن تزول بهم الفضولية، هذا أولى من دخول أحدهم في الصف ويبقى واحد ليس له من يصافه فيفوت عليه بعض الصلاة بسبب ذلك. نعم.